الحملة الوطنية لمقاطعة المتسولين معتمدة بالأساس على التلامذ، شيء اللي جعلنا نصوره بقرب إحدى الإعداديات برشيد، الفريق المتطوع لبس سترة الجمعية وعلى أكمل استعداد لبداية عمله التطوعي التوعوي الميداني بين صفوف التلاميذ، ورئيس الجمعية كان مع التلامذ في تواصل مباشر. تلميذة إشراق القرون متطوعة نشيطة في الجمعية، بعد ما انتهت من تواصلها التوعوي المباشر شرحت لنا كيفاش مرت الأمور. أول حاجة كيسعدني أنني كسفيرة أطفال الجمعية الوطنية لحماية الطفولة أن الهدف من هذه المقاطعة لمقاطعة التسول اللي ولات كمينة، أول حاجة كل كيستعمل على الصعيد الوطني حيت كيتم استغلال ديالهم من طرف الأطفال، استغلالهم التسول كاين اللي يتم استغلال ديالهم من طرف مافيا التسول أو الوالدين ديالو. من طبيعة الحال كاين عقوبات سجنية لحماية الطفولة لهذا الاستغلال، وأصلا خصنا جينا لهنا باش نوعيو المواطن بأنه كيشارك في واحد الجريمة في حق الطفل. لكن تجاوب مع الأطفال ديال المدارس هنا كيف ما كتشوفي، وكنحس بهم هما عندهم واحد الحس بالمشاركة في هذا الميدان هذا ديال مقاطعة التسول، وكنحس حتى انا بحاجه زوينه ملي كتساهمي ملي كنقاطعوا التسول كتحس بحاجه زوينه بانك كتساعدي داك الطفل اللي كيكون مستغل لانه كيكون متعرض لشحال من حاجه، الشمس، العنف جسدي عقلي، وبالتالي هو مدمر للمستقبل. النصب والاحتيال في استعطاف المواطن في الحصول على دريهمات مختلف من متسول آخر. في هذه الفيديوهات اللي صورناهم مع الجمعية بالهاتف بعد ما صعب علينا التصوير بالكاميرا المكشوفة. السلام عليكم. الزول عمر الزول. وباش تحشمك؟ نعم. شكون تزيد ديري سيدي دابا؟ شكون تزيد؟ قاسة. قاسة؟ تتسعاي بالبنت؟ قاسة. تتسعاي بها؟ قاسة. غادي تبقى تنعيط للبوليس ما غاديش نمشي من هنا. عييت من عطيك الإنذارات، عييت من بسل لك، راه ما يمكنش تتسعاي بالبنت. قاسة تتسعاي بها، راه مصورينك تتسعاي بها. جيبهم لك. جيبهم لك. ها هما مصوره انت هنا مصوره تتعاي بها جالسه تما تتعاي منو باش جلستي بها في الزنقه؟ علاش جلستي بها في الزنقه؟ هنا كتسلفوا الواليد عادي نعيطك عليه ودابا غادي تسلفوا. ولا ديما انت ما فهمتيش اللي تتسناي ديما تتعايني ديما يلاه جيتي ديما تقولي يلاه جيتي وديما تقول لي هاد الهضره هادي. انا عندي عائلتي هنا كنجي وعائلتك تري لدارك وماشي تجي لي نقص الزنقه بها. انا كنساكنه انا كنسكن عندهم. ايوا سيري عندهم علاش جاي الزنقه؟ علاش هذيك البنت ديما مجروقه؟ ما عنديش ظروف. ما كاينش ظروف، ما تعرفش ظروف. انا البنت ما تعيش بها. يلاه اختي يلاه عاود نمشي. خل فيها 5 سنين ديال الحبس. انا تنقول لك المره الجايه نلقاك معها غادي نصبتك. وهذه اخر مره اسمع تنقول لك. الراجل مشري راه الظروف ديالنا انا بحال الظروف ديالها. شوف لا ماشي شغلي انايا صعيب الدراري من ماشي شغلي انا لا انا لا انا تتفهمي ولا لا؟ والقانون تيمنع عليك هاد الهجره ديال الحقاق ديالهم لا هي ولا انا حقهم. خلصي لك الاولاد كيفاش ما سمعتش باش نعيشوا؟ انا دابا راه كنعمر عمرك تزيدي بحال الخرجه تزيدي بحال هكا كيفاش كيفاش انا بدا دوز لك الناس تبغي يخدموا عليك الناس يخدموا عليا الناس انا مابقاش عادي تصح باش تخدم يخدموا عليك الناس. واه شوف هي منك انا غير قلت لك هاد البنت قايله خلاص المهم انا تنهضر معاك ما خليهاش خدمتي تنديرها وانت لقاك معاها تتعايط غادي شكون هي؟
شوف اللي كتعاب البنت اللي كتعاب الدراري فيها 5 سنين ديال الحبس. صلات عليك كتعاب اللي كتعاب الدراري 5 سنين ديال الحبس. هذا قانون. راه خدمتك خدمه ولا ما يضيع موت بالجوع. ماشي شغلي ماشي شغلي ماشي شغلي ماشي شغلي هذا. دينا شي خيريه ناكل الشربون كتقول لي اعطيني الخصه ديالك. خليك تخدم على راسك هذا. لا ما كاديش تخدم انا. خليك تخدم على راسك. صلات تخدم على راسك. المره الجايه نلقاك تتعابي ونتفاهموا. انا نشوف كذاك الساعه. واخا واخا لاله هادشي. والله الا كنتي مرا سيري تسعاي وغادي نوريك الهضره كي دايره. دابا نوقفهم عليك. جيتي خليك تدخل خليك تجي البوليس خليك تجي البوليس. لا لا غديوك لا اليوم غنديوك اليوم. ما بغيتيش تحشمي. لا ما بغيتيش تحشمي. ما بغيتيش تحشمي. هاد البنت هذا سمكه بصح عليها علاش منعسها في الارض. علاش من العسل في الارض ماشي حشومه؟ شوفي نقول لك واحد القضيه. شتي هذاك الدار اللي عطاوك الناس؟ الا خليناك مازال تسعه غادي نمشي نحيدوها لك. الدار غنحيدوها لك. قاتله دير لي هذيك تهبل تربح وسيري في حالتك. والبنت كلها عمرها حبوب ماشي حرام عليك. لا كان شوفي حطي يدك على راسها كي جاتك. العافيه شعلة فيها ما تشمش اللي جالسه فيها. 35 د الحراره وسالت حرام عليك والله تحرم عليك. يلا كيجي عاد غات تعمي لها عينها بشويه. شوفي اش ديري انت ضربتيها في عينيها. يلا كيجي الطرفه. شوف انا هضرت معاك اخر مره لقاك تتسعي بها وليتي تتسعي. غادي تدخلي بحالاتك دابا هو هذاك ما غاديش تدخل. نعيط للبوليس دابا غادي نمشيو. غادي ناخذها باش ما غادي تاخذي حتى شي حاجه تنوضي غاتمشي بحالاتك. نمشي من هنا ونمشي للحانوت. واش تسمعي شنو قلت لك؟ دابا غادي تمشي بحالاتك ما لقاش تتسعي. والله ما عندي نركب. انت ما بغيتيش تمشي صافي. غادي نوقف غادي نعيط للبوليس وغادي نمشيو ندير معاك الاجراءات اللازمه. غادي نوريك لها البلاصه. شوف ما توريني والو غادي ترجع. خلي رجلي من هنا. شوف خلينا من هذيك الهضره الخاويه الله يرضي عليك. باش جيتي باش غادي تمشي. صلى على النبي. راني كاين فلوس المركوب غادي نشوف فيهم بلاتي. ما نخليكش تسعي بيه راه ما نخليكش تسعي بيه. ديري لي عجبك ديري السينما اللي بغيتي. وديري السينما اللي بغيتي. وتي شي براود وين عتيها. اهضر مع لا بولا. كاين بحر. تهضر معاك انت اللي تستغل ليه. انا ما تصدمش. راه معاك تنهضر. القاه هنا تسعه غنجيب البوليس. انا تنقول لك القاه تسعه انا نشدو. انا مصورو تسعه. ماشي واحد ما كيحلف ليا كراهي. ماشي شغلي في الكرا انايا. ما تهضريش على الكرا. ما تهضريش على الكرا انايا. تهضرك على ولدك اللي كتسعي به. انا تنهضر معاك غوتي ديري شحال ما بغيتي. تتسعي بيه لا لا تتسعي بيه. البيع ما هضرناش على البيع. انا تنهضرك على ولدي تيسعى ليه. تصيفطي علاش علاش تهضري معنا اساسا تبرزتي الناس. راك دار شركه تتبرزتيها. خلينا من الخوا الخاوي الراجل مريض ينوض خدمه على كثار على دراعو. السلام عليكم. الدري كيطلب تبدا الكلينيك. الكلينيك انا واقفه انا عاطي يعطيني خدمه انا 20 عام وانا في الجيزه. بغيت تسمع ولا لا؟ 20 عام عطيتي الاوراق ولا مولاي بك؟ ما تهضرش عليك انت خدمتي وما خدمتيش شغلي شهادك. رغم حالته الماديه الميسوره هو وعائلته عالي اختار طريق التسول ومعاه غادي نعرفوا كيفاش حتى تبلى بهذه البليه. التسول انا ما اختاريتوش هو بحال واحد البليه لصقت فينا بحال تنقولوا الشراب الكارو بليه اللي حتى لقيت راسي فيها. في الاول بديت كعرف هذيك الطلبه ديال التيران الطلبه ديال حدا البحر تنمشيو لشي بلاصه عافاك سيدي عطيني هذه عطيني حتى لقيت راسي واخا انا ما خصني حتى شي خير تنقولوا عائلتي ما مخليني خصني حتى شي حاجه. ولفت نهار الاول حتى لقيت راسي في النهار الاول ما خصني حتى شي خير عائلتي ما مخليهم تبارك الله كل الخير. ومي انا لقيتها هذه هوايه تتلقى واخا يعطوني هما الفلوس بحال لا ما عطوني والو تنمشي تنبدا نطلب باش خاصني ضروري خاصني ولو واخا يكون عندي تنجلس غير في قهوه مع الدراري خاصني نقول لهم خلصوا عليا قهوه. دونك داك الشيء ولات عندي بليه. علي كيمتهن الطلبه والمدخول اليومي ديالو صبح مغري بالنسبه ليه. هادشي علاش طور من اساليب النصب والاحتيال باش يكسب تعاطف الناس. هي مره ديال راسي محروق مره ديال راسي مهرس مره ديال راسي عندي كابي مره نشوف شي دري صغير نطلب به بحال اخويا مره نمشي حدا الجامع نبدا نطلب العيد نقول لهم راه ما عنديش باش نعيد
كان شي ماتش مشي نداز زعما نطلب حدا زعما ماتش كنمشي للمحطه ديال الكيران نبدا نطلب راه ما عندي فين باش نركب الناس سنبقى فيهم وشي عطفوا عليا نقدر نوصل حتى 500 600 درهم في النهار حتى تلقى راسي انني خدام 70 درهم 80 درهم في النهار وتنقول لهم ما نمشي نطلب وقدر دابا الا قلت لك واحد الرقم خطير للناس اللي يقدر يوصل حتى 40000 درهم في الشهر غير بالطلبه. لمشاهدة برامج قناة تيليماروك تابعونا على فيسبوك وإنستغرام واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم الجديد.